السلام عليكم. هنا غيبدا الجزء الثاني من الرحله في طنجه اللي غادي نمشيو للمناره، واحد البلاصه اللي هي زوينه. نخليكم مع الطريق ديالها اللي هي بانوراميك، فيها واحد الاجواء زوينه، عشناها مع بعضياتنا وغنشوفوا مناظر جد جد خلابه كتجمع ما بين الطبيعه اللي الغابويه والطبيعه الشاطئيه. تحياتي لكم، نخليكم مع طنجه وبالضبط المناره. حنا دابا في طنجة في المحطة الثانية اللي هي أو ذكرت في القرآن بآياتها وبحرين يلتقيان. بسم الله الرحمن الرحيم. بحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاليا غنمشيو لهذه المنطقة وغنوريوها لكم. وصراحة طنجة فيها بلايص واعرين بزاف، الناس كنعرفهم كيمشيو لطنجة ولكن ما كيدروش هاد البلايص. دونك الحياة المغربية والسياحة الداخلية في المغرب جميلة جدا جدا جدا. بعد قليل نلتقي مع منظر بانوراميك، خليكم معي. حاليا غنمشيو للمنارة من بعد ما طلعنا واحد الطلعة كبيرة، غنشوفو واحد المنظر اخر في طنجة، واحد السينيماتيك خطير عنده علاقة بواحد التاريخ وواحد الحداثة في طنجة في القنت ديال المغرب. المنارة عندها واحد الاسم اخر، سبارتيل. دونك خليكم مع هاد السينيماتيك. دخلنا لها بعشرين درهم، عندك حق في المتحف. كاين ريستورون كيف ما كتلاحظوا، فيها متجر مراحل جناح اطلس، فضاء اليوغا، الاسترخاء، متحف، فضاء للقراءة، مواقع التصوير، حديقة امبلوزيا، جزيرة اطلانتس. اطلانتس دونك واحد المكان اللي هو زوين، اللي صراحه كتحس به واحد الراحه نفسانيه. كنظن انه يستاهل هذيك 20 درهم اللي دخلنا بها، كنظن انه يستاهل. غنخليكم مع السينيماتيك مع الصور ديال هذا المكان الرائع. كما كتشوفوا هذا هو المنارة، هنا فين كاين لا ريستورون، المسجد، مناظر زوينين، وهذا هو المتحف. غندخلوا نتعرفوا على المتحف مجموعين. ما كتلاحظوا عاش الملك محمد السادس، داكشي مسجل الكاميرا، ماشي مشكل نصور ياك. شكرا.
دونك هذا هو المتحف، فيه واحد الفيو زوين. نخليكم مع واحد السينيماتيك لهذا المتحف. غرق سفن ومعارك شهيرة، معركة رأس سبارتا، غرق سفينة اس اس ديلهي، غرق البارجة دونا ايزابيلا. دي واحد دونا ايزابيلا كيفاش كانت، معركة ما بين السفن البريطانية والسفن الفرنسية الاسبانية، هادشي كله 1932. رأس الماء الأصل والموقع الجغرافي. قصص رحلات ابن بطوطة، المنارة، رأس الهندسة للمباني، سلطان سيدي محمد بن عبد الله أو بن عبد الرحمن، البريد، تكريمات وطنية، لسينياتور ديال المشاهير. أنا يلا غنخرج. دخلتوا داخل éléments de système de rotation, horloge, dima, la lampe, brille des coudes, je connais que deux seulement. اللي كتعطيك الإضاءة في المنارة، كتعطي ديك الإضاءة اللي مشاهدها هي هادي. لا هذه غادي هادي وسط المنارة، غنشربوه ونشوفو كيفاش والان جينا المغارة هرقل بحر اشقر اللي هو اخر مرحلة في الرحلة. غادي نخليكم مع الاجواء اللي غتكون هنا. اول حاجة غنمشيو نتغداو ومن بعد غنمشيو ندخلو المغارة وغنشوفو الاجواء اللي غادي تكون اليوم في مغارة هرقل. تحياتي ومودتي.